السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران لنعرفكم على هذه الإقامة الرائعة، واللي الملاحظة هو أنه يعني من ناحية التصميم فيه تطور كبير تعرفه هذه يعني الإقامات خاصة في مدينة وهران. واليوم نعرفكم هذه الإقامة الرائعة التي تقع في منطقة ما يسمى بالفرانش ماريتيم، وهي منطقة تقع على امتداد التوسع نتاع الطريق الساحلي لمدينة وهران باتجاه كنستال من الجهة الشرقية لمدينة وهران. وإذا هذه المنطقة اللي تعرف الآن تطور رهيب من ناحية الإقامات السكنية والعمران يعني بصفة عامة. فهنيئا لمدينة وهران بهذه الإنجازات الرائعة اللي عارف التطور كبير من ناحية التصميم. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الإقامة الرائعة، والسلام عليكم. Thank you.